معرض الصيد الفروسية من أهم المعارض التي تقام في إمارة أبوظبي، ويحرص صندوق خليفة دائماً بالمشاركة في المعارض من السنوات اللي طافت. ولله الحمد أن اليوم 21 عارض في المعرض. صندوق خليفة يدعم وينشر ثقافة ريادة الأعمال في إمارة أبوظبي. صندوق خليفة انتقل لمرحلة ثانية اللي هي انتقلنا حتى للعالمية. الحمد لله اليوم عندنا 22 دولة وثلاث قارات نغطيها بأكثر من 400 ألف مشروع اللي استفادوا منه أكثر من 600 ألف شخص حول العالم.